شو قلتي رحاب؟ رح تغيري رأيك وتجي معي على السهرة ولا شلون؟ لا معلش يا أخي، روح أنت لحالك، أنا مو كتير بغضمها لناريمان مرت أسعد. ليش؟ ما بعرف، بحس كأنه في عندها نظرة فوقية وكتير كتير قابضة حالها. ليش جوزها عنظام؟ كمان التاني كل ما زادت ثروته كل ما له راسه عم يكبر وعم يرفع مناخيره للسماء ومفكر انه بيقدر يشتري الكون كله بمصاري. طالما هيك انت ليش رايح تسهر عندهم؟ انا مو رايح من شانه، انا رايح مشان طالب ورياض لانهم كتير ضغطوا علي مشان روح. بدك تتأخر تقبرني؟ يعني اذا ما علقنا بشي برتية تشدي رح ارجع بكير، يعني على الوحدة وحدة ونص. شو هالحكي؟ وحدة ونص بكير؟ منيح اللي مانك متجوز لأنه مرتك أكيد أكيد ما رح تتحمل هالوضع. ها ها يسلم تمك، ومشان هيك أنا ما تجوزت لأني ما بحب حدا يقيد لي حركتي. يلا أختي بدك شي؟ لا سلامتك تقبر قلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا من كل عالك عم تحكي؟ تفضلوا تفضلوا. طبعا هي قناعتي. يا حبيبي القناعة لازم تكون مبنية على الموضوعية والمنطق. يا أستاذ أسعد، يحيى محامي قديم ومعظم قضايا اللي عم يستلمها جنائية، بجوز اكتملت قناعاته من احتكاكه بالمجرمين والمتهمين. كلام رياض مزبوط 100%، ولا شو رأيك يا يحيى؟ طبعا هذا شيء أكيد، لأنه مهنتي كمحامي بتخليني استشعر واستشف آراء الموكلين سواء كانوا أبرياء ولا مذنبين. يعني بفهم من كلامك إنه حكم الإعدام جائر ومشيع؟ طبعاً، شو عم نحكي لكان؟ يعني مو من السهل أبداً إنك تلغي حياة إنسان بقرار أو توقيع الورق، ولها سبب في كتير من دول العالم عم تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بالسجن المؤبد. صحيح كلامك، في كتير من الدول ألغت عقوبة الإعدام ودول تانية عم تسعى للإلغاء. إيه بجوز، بس هذا مو تصرف إنساني أبداً. أوف، وشلون مو إنساني بقى؟ هات لشوف. طبعاً مو إنساني، لأنه السجن المؤبد أصعب بكتير من حكم الإعدام. الإعدام موت سهل وسريع، يعني بثواني بينتهي الإنسان من كل عذاباته بالحياة، بينما السجن المؤبد بيخلي الإنسان يموت 100 موتة باليوم. يا أستاذ أسعد، أنا مو من رأيك، لأنه مهما كان الظروف الحياة قاسية ومهما كان السجن مظلم وموحش بتضل الحياة حلوة. شو هالحكيات؟ بيضل شعور الإنسان بأنه لا يزال على قيد الحياة وبأنه في شمس عم تشرق وتغرب ولو ما شافها، بيضل شعور ساحر وحلو. صحيح بينحرم بالسجن المؤبد من أشياء كثيرة، بس كله بيهون قدام الإبقاء على حياته. حياته يا أستاذ حياة مو مسخرة، يعني قد ما كان بيضل عند الإنسان عقل عم يفكر وخيال عم يسرح وشعور عم يتأجج وانفعالات وآمال واسترجاع ذكريات واستعراض طموحات محاسبة ذات. انت قول بجوز الإنسان يتأمل بشي عفو مثلا، او مثلا تتغير الظروف يخففوا له الحكم يعيدوا له محاكمته. لك شو هالعلاج المصدي هاد؟ انا عم ناقش الفكرة بالمطلق، ليش عم تسطحوا النقاش وتتوقفوا عند التفاصيل؟ ما عم نسطح نقاش، بس مع احترامي لرأيك يعني بتضل الروح عزيزة والحياة غالية يا أخي. لا يا سيدي كلامك مو صحيح، والدليل على صدق كلامي إنه معظم سجون العالم بياخدوا احتياطات شديدة مع الناس المحكومين بالسجن المؤبد حتى ما ينتحروا، وأنا واثق تماماً إنه أي واحد محكوم بالسجن المؤبد ما بيتوانى إطلاقاً إنه يوضع حد لحياته بالانتحار عند أول فرصة بتصح له. لك يا أستاذ أسعد، يا أستاذ أسعد افهمني مشان الله، أنا دارس علم نفس جنائي وعلم النفس الجنائي هلأ مشان الله اتركني من علمك النفس الجنائي واترك لي حكي الكتب على الرف وجاوبني على سؤالي. اتفضل. هلأ أنت لا سمح الله ارتكبت جريمة كبيرة وخيروك إنه يحكموك بالإعدام أو السجن المؤبد، شو بتختار؟ هلأ أنت ليش عم تسأل أسئلة صعبة يا أستاذ أسعد؟ نحن أولاً وآخراً بترجاك لا تتدخل يا رياض وخليه يجاوبني على سؤالي. أتفضل، شو بتختار بقى يا جهبز؟ شو بدي أختار يعني؟ المؤبد طبعاً، ما أحلاني وعم أقول له تعالوا اعدموني ليكوا على الحكي الفاضي ليكوا. حاجة بقى، أنت عم تحكي الحكي لأنك ما جربت السجن. ليش ضروري يا أسعد؟ سمعنا طالب، وأنا واثق من ثالث أو رابع سنة رح تصرخ وتقول دخيلكن يا ناس تعوا اقتلوني وخلصوني من هالعيشة. وشو يلي مخليك واثق بهالشكل هاد؟ لأنه الشغلة بالعقل مو بالحماس الفاضي. شوف يا أستاذ أسعد، كونك ملياردير ومعك مصاري كتير
لا يعني ابدا انك ملكت المعرفه بالنفس البشريه وبتفهم بكل شيء. يعني انت اللي بتفهم؟ لا انا ما عم بدعي فهم، بس انا دارس القانون وعلم النفس الجنائي وعقلي. ولك يا يحيى صحيح انا ماني دارس ومثقف، بس بالرغم من جهلي قدرت اجمع الملايين. اما انت يا حسره مثقف وفهمان، وبالرغم من هالشي عايش اندبوري وبتبكي على الفرنك. ولا تنسى انه الناس بتصدق الغني وبتعتبره فهمان، وبتكذب الفقير وبتعتبره حمار. اسعد ارجوك لا تغمق بالكلام، وخلي حوارك حضاري مثل ما بعرفك، ما في ضروره للشطات. يا جماعه طولوا بالكم، ليش محتدين على بعضكم كل الان؟ خلونا سهرانين ورايقين، ليش هيك عم توتروا الاجواء بلا مبرر؟ لا حول ولا قوه الا بالله، كنا بشي وصرنا بشي، انا اسف. ولا يهمك استاذ اسعد، اسف على شو ما صار شي. المهم خلينا بموضوعنا. انت قلت يا استاذ اسعد اني ما بقدر اتحمل 3-4 سنين سجن، وبعدين بصير بتمنى الموت، مو هيك؟ طبعا. طيب شو رايك اذا قلت لك اني مستعد اقعد بالسجن 15 سنه وما فكر فيها بالموت لحظه واحده؟ هلا رح نرجع نفس الموضوع. خلاص يحيى، ليه بصفحه وخلصنا بقى. لحظه يا جماعه، انت من كل عقلك بتقدر تنسجن 15 سنه بدون ما تطلب الموت؟ ليش لا، طالما عندي عقل واراده. انت هيك عم تقول؟ نعم، وبتحداك. بتم المليان على رؤوس الاشهاد. ماشي الحال، بتراهن؟ وعلى شو بده يراهن؟ انا مستعد راهنك يا يحيى على 250 مليون ليره سوري. نعم 250 مليون؟ ما فهمت عليك، مقابل شو عم تراهني انت؟ مقابل انه تسجن حالك 15 سنة متواصلة. يسجن حاله؟ شو بدك اياه يرتكب جناية يعني؟ لا مو هذا القصد. شو قصدك لك؟ انا بسجنه عندي. بقى شو قلت يا يحيى؟ عفوا اسعد، انت عم تحكي جد ولا عم تتبهور بهورة؟ لا ابدا، انا عم بحكي جد وكلامي مثل السيف. يعني انت هلا عم تعرض علي عرض وانا ناطر جوابك. لك شو صلكم يا جماعه؟ شو السهره المكركبه هي؟ يا اخي سووا لنا شاي، خلينا نشرب شاي، نعب شده. اسعد نعم انا موافق. هلا بلا غلاظه يا شباب، مشان الله. مو حلو هيك مزح استاذ اسعد. معلش يا شباب، انا قبلت الرهن، وبكره بتشوف شلون بدي دفعه ال 250 مليون وهو عم يضحك ويلعب. ما في مانع، وانا عند كلمتي، بس انا كمان الي شرط. شو هو بقى؟ انا راح احبسك عندي هون بالابو، وحط حارس على بابك، وخلال هال 15 سنه ممنوع حدا يشوفك او انت تشوف حدا، وبالمقابل انت حر. شلون يعني انا حر؟ ما فهمت عليك. يعني انت ما بتطلب من الحارس يفتح لك باب السجن لحتى تطلع منه، راح يفتح لك اياه بدون تردد. بس بهالصوره يعتبر الشرط لاغي، حتى لو طلعت قبل انتهاء المده بربع ساعه. ما في مانع، بس انا لي شرط كمان. شو هو؟ بدي اياك تامن لي كل طلباتي لجوا. طلبات شو؟ لازم نحدد هالشي بدقه. ولا تنسى انك بدك تفوت على سجن، مو على فندق 5 نجوم. انا ما بدي منك الا شويه كتب حتى اتسلى فيه. تكرم عينك، شاهدين يا جماعه، بس انا بفضل نكتب وراء بهالشي هاد. اعمل يلي بتلاقيه مناسب، انا موافق. يا جماعة وقفونا هالمهزلة، شو جايين نسهر ولا نتحدى بعض؟ شو هالليلة المكركبة هي يحيى؟ خلصونا من المهزلة بقى. لا 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 لا، أنا حكيت كلمة ومستحيل أرجع عنها. بعدين الصفقة محرزة، 250 مليون ليرة ب 15 سنة، إيه ما صحت لجدي. وأنا كمان عند كلمتي. وما هاي الشيك ب 250 مليون ليرة سوري. الشيك بيضل مع واحد منكم، وإذا استمر بسجنه 15 سنة تعطوه إياه، بس إذا بيطلع قبل ساعة من انتهاء المدة ما إله عندي شيء إطلاقا. لك ليش عم تزوروني؟ لا تنسوا إنه أنا عم راهن على ساروتي. صحيح أنت عم تراهن على ساروتك، بس أنا عم راهن على حياتي كلها.
اخي يحيى، هاي السجن تبعك شو رايك فيه؟ 5 نجوم ما هيك؟ 5 ولا 10 بضل سجن. طيب شوف يا يحيى، هاي آلة الأورج وآلة العود تركت لك ياهن لأنه بعرفك بتحب الموسيقى، وهي المكتبة كلها تحت أمرك، وإذا احتجت لكتب إضافية ممكن تكتب لي أسماءها أو تبعت لي إياها مع الحارس. ومين راح تحط حارس؟ في عندي شاب اسمه وضاح، هو راح يكون صلة الوصل خلال هال15 سنة بيني وبين يحيى. ايه استاذ يحيى، بتحب نبلش نعير الوقت من هلا؟ ليش لا؟ مثل ما بتريد. طيب هلا الساعة 12 الظهر تماما، يعني الساعة 12 الظهر بعد 15 سنة بتنتهي مدة الرهان، يعني يوم 9 ايلول عام 2001 الساعة 12 الظهر ان شاء الله بنلتقي. وهو كذلك. بستأذن انا، وإن شاء الله بشوفك بعد 15 سنة يا يحيى. وانتو شباب معكم 5 دقايق بس لحتى تودوا. يحيى اسمع مني، خلينا نطلع سوا بترجاك. إذا بتريد رياض الموضوع انحسم، وإن شاء الله بشوف وشكم بعد 15 سنة. رح نشتغلها كتير يا رياض. موفق ان شاء الله. ما كنت متصور انه نفترق هيك بهالسهوله هي. معلش هيك نصيبنا. يلا يا جماعه هلا اذا خلصت 5 دقائق وما طلعتوا وقطعتوا حجه للسيد اسعد يلغي الرهن. يلا تفضل. يلا يلا السلام عليكم. قاطعت. يلا بنستأذن استاذ اسعد. خلونا نتغدى سوا. معلش غير مرة ان شاء الله. دير بالك، ما بدك توصاي على سجينك. خلاص اعتبروه قاعد بحضن امه وابوه. يلا السلام عليكم. يلا سلامات. مع السلامة يا شباب. مع السلامة. البرنامج اليومي للاسبوع الاول، الاستيقاظ في 10، تمارين رياضية ساعة كاملة، استرخاء واستماع للموسيقى مع تناول الإفطار حتى 1:00، من 1:00 وحتى 2:00 حلاقة ذقن. حلاقة ذقن أريد 1:00 الحلاقة الثانية، لازم أستهلك الوقت أكثر من هيك. من 1:00 وحتى 2:30 حلاقة ذقن. من 3:00 وحتى 5:30 تناول الغداء مع قيلولة. من 6:00 حتى 8:00 عزف. من 8:00 وحتى 11:00 ليلا مطالعة. موعد النوم 11:30. هيك معقول كتير. تفضل. إذا سمحت اعتبارا من بكرة بدي الفطور 11:30، والغدا 3:00، والعشاء 8:30.
شو بقى؟ ليش ما عم تحكي؟ أبدا هلو وان ايوه أبا با 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 لا سلامتك الله معك. لعمة لعمة شو لقيمة الزلمة؟ حاطط لي حارس أخرس حتى ما أحكي معه؟ بس مو مشكلة مستعد أحكي مع حالي 15 سنة. وين صرنا بالبرنامج اليومي يا ترى؟ خليني هلأ أكتب برنامج المطالعة للسنة الأولى. الشهر الأول قراءة روايات دوستويفسكي. الشهر الثاني تشيكوف. الشهر الثالث جنكيز إيتمتوف. ولا خليني خصص 6 شهور الأدب الروسي كله بدون تحديد. بيستاهل الأدب الروسي 6 شهور، وال6 شهور التانيات بقرا فيهم مختارات من الأدب العالمي، وهي رح أكتب قائمة بأسماء الروايات المطلوبة. قال لك شيء؟ لا، بس حدد مواعيد الوجبات الثلاثة. أوعاك أوعاك تغلط وتحكي قدامه كلمة وحدة. بدي إياه ضل مفكرك أخرس، مفهوم؟ مفهوم. يعني ما بدي تحكي وتاخذ وتعطي معه حتى يمل ويطلع بسرعة. طيب وإذا إجا يطلع أمنعه؟ أوعى. بالعكس، بتفتح له الباب وبتجي بتبلغني فورا. ماشي، يلا روح على شغلك. حاضر. شو الأخبار؟ ما في شيء، بس الأخ طالب إنه ياخذوا له الوجبات الثلاثة بأوقات محددة، يعني كأنه قاعد بأوتيل 5 نجوم. إيه بيطلع له، مو أنت وعدته تنفذ له كل طلباته؟ إيه، خليه يتفقس على كيفه وخاطره، وبدي أشوف آخرته معه. فين صوتك الحلو الرنان يخفف الأشغال عني؟ انت سمير بين الخلان يرتاح مع بالي وبني. يسلم وديات، تفضل. شكرا. لك شوفوا شو طالب اخونا بالله، قال بده 40 رواية دفعة واحدة. لك ايمتى بده يقراهم ها؟ معناتها هذا الزلمة محضر حاله لإقامة طويلة. أعطيني بلا لأشوفها. كل روايات روسية. شو يعني؟ شو يعني؟ هذا مبلش بالأدب العالمي من الشمال للجنوب. شو يعني؟ معناتها ليوصل للأدب الأمريكي بده 5 سنين بكل رياح. لا ما بظن. يا سيدي بعد 10 رواية بدها تدي اخلاقه ويمل. لك شو فاتح له مركز ثقافي انا؟ شح، لسه الساعة 5، يعني ما قعدت بالحمام غير 2:30. قليل هيك، لازم الحمام يستغرق معي 4 ساعات على الاقل. طيب اذا قلنا 3 حمامات بالأسبوع ضرب 4 بيطلع 12 ساعة بالشهر، 48 ساعة. يعني من كل شهر بيروح 2 بالحمام، معناها من كل سنة بيروح 24 يوم. من 15 سنة بيروح سنة كاملة. ممتاز كتير، معناها أنا ممكن أقضي سنة كاملة من محكوميتي بالحمام. ادخل، فوت وضع. ايوه هدول الروايات اللي طلبتهم. ايش مظبوط، هي اعمال تشيكوف، وهذا دوستويفسكي.
مظبوط، هذا ماكسيم غوركي. مظبوط، هدول روايات تولستوي، هاي قصص إتماتوف. مظبوطين، حطهم مع جنب. أبا أهدي بابا؟ لا لا لا، ما بدي شي، سلامتك. أبا يسلموا إيديك. ست شهور ما بعرف بهالحالة، يا ترى خسرت شهرين مشان بتحير فعلا، ما بعرف. بغني بصوت عالي؟ ما بعرف يا بيك، حاسس وضعه مو طبيعي، هي أول مرة بيعلي فيها صوته. معناتها قربت. تعال أقول لك، تعال. الله وكيلكم يا جماعة، هلكني بطلباته. إيه ما ترك رواية بالأدب العربي ولا العالمي إلا وطلبها، وفي كتب مو متوفرة هون، عم بضطر جيب له إياها من بيروت. بس هذا يا أستاذ أسعد أحد شروط الرهان. هلأ معقولة لحق يقرأ كل هالكتب بهالسنتين زمان؟ وليش حتى ما يلحق؟ قاعد لا شغلة ولا عملة. هلأ صار له سنتين، معقول؟ حبيبي صار له سنتين وشهرين. يا لطيف على الأيام كيف مضيت بسرعة، يعني غمض عين فتح عين بتلاقي مضوا 15 سنة. لك الله لا يقدر، شو عم تحكوا انتو؟ شو ناويين تخسروني ساروتي؟ الحق عليك، مو انت اللي غامرت بهيك مبلغ؟ على كل حال لسه بكير على الحكي، لسه قدامنا 12 سنة وعشر شهور، هدول عمر مو ضحكة ولعبة. يا حبيبي على هالتفقيس، بالفعل هالزلمة فايق ورايق. شو عم يطلب منك كمان؟ بده كتب لتعلم اللغة الفرنسية والألمانية مع كاس هتار. وليش بقى فرنسية وألمانية؟ لأنه بيعرف إنجليزي، على ما يبدو بده يتعلم لغات تانية بين العدل الفاضي عنده. والله برافو عليه. برافو عليه، شو فاتح له معهد لغات أنا؟ بزيط. خذ شوف في هالكتب منين بدي أمنها، خذ. ولا يهمك، أنا بدبر له ياهم، ولا يهمك.
إيليا دي زوتو. إيليا دي زوتو. إيليا دي زوتو. إيليا دي زوتو. إليانا دي. إليانا دي. La première leçon. La première leçon. J'ai le rhombe. Quasiment. Très bien logé. Très bien logé. En haut, une domestique. En haut, l'une domestique. Khadime. Vu de près. Vu de près. De vue près. Mensonge. Vu de loin. En pointe. Attrayant. Attrayant. Je zappe. À demain. وشك ولا ضو القمر. كيفك نارمان خانم؟ الحمد لله ماشي الحال. فضلي ارتاحي. قولي لي كيف اجينا على بالك؟ والله انتو على البال دايما يا نارمان خانم، بس الحقيقه يعني انا قصدتك بخدمه وبتمنى ما تفشليني. يستر على عرضي. والله اذا بقدر اخدمك ما راح اقصر ابدا. تفضلي. بزمتك يا نارمان خانم، هاد اللي عم بيصير مو حرام؟ معك حق، بس يا ريت يطلع بايدي شي. لا، ومن جهة تانية أخوكي معند و... لك أنا ما بدي شي غير إني شوفه. خليني شوفه مشان الله. والله اشتقت له، صار لي 5 سنين ما شفته. صحيح، بس طيب بجوز من الله هالحكي. 5 سنين ما شوف أخي الوحيد ولو دقيقة واحدة بس. وين صارت هاي؟ يعني لو كان قاتل قتيل أو عامل جريمة كانوا سمحوا لي بزيارته. ليش عم تعملوا معي هيك؟ ليش؟ يا رحاب، انت بتعرفي انه الشرط اللي بين اسعد ويحيى انه ما يشوف حدا كل فتره السجن. شو هالشرط هاد؟ كلام منزل؟ والله فحم قلبي على ما اشوفه. حرام عليكم يا ناس. مشان الله حاكي لي اسعد بيك، بركي بخليني اشوفه ولو دقيقه واحده. خلص تكرم عينك، انا اليوم بفتح الموضوع مع اسعد وان شاء الله بصير خير. طولي بالك انت. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت يا نريمان؟ ايه بس ما بيجوز هيك. يعني انت بأي حق عم تحرم اخت من شوفة اخوها؟ انا ما دخلني، هو اللي اختار هالشي. صحيح، بس انا مالي متخيلة ابدا انه قلبك قاسي لهي الدرجة. هلا انا قلبي قاسي؟ ليش ما بتقولي الاستاذ يحيى هو اللي قلبه قاسي؟ اصلا لو كان في ذرة شفقة ورحمة على اخته كان طلع من زمان. لك يخرب بيته شو طلع طماع وبيحب القرش. لك العمى بقلبه هي صار له 5 سنين قاعد ومسترطب، يعني تلت المدة، وبدك ياني يبعث له اخته؟ اصلا لو كان مشتاق لاخته وكان طلع من زمان. يعني ما في نتيجه؟ لا ما في نتيجه، وبتمنى انه ما عاد تفتحي هالموضوع بنوب. خلص اسعد، خلص مثل ما بدك. شو بدك انت الثاني؟ مو انا اللي بدي، الاستاذ. يا حبيبي، كتب لتعلم اللغه الاسبانيه، هذا اللي كان ناقصني. نحن قاعدين عم نتقلى والأخ قاعد عم يتسلى. شو فاتح له معهد ألسون هون؟ أنا روح شوف شغلك. روح. حاضر. لازم عدل البرنامج اليومي، المفروض صير فيه الساعة 8 مو الساعة 9. حتى الحمام بكفي نص ساعة، هالوقت اللي بزيد بستغله بالقراية. لازم هالسنة اتقن اللغة الروسية، لازم. أصبح يصير البرنامج على الشكل الآتي: الاستيقاظ الساعة 8 من 8 إلى 8:30، تمارين لياقة. نهايك نهايك. يا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن لله وإنا إليه راجعون. إمتى ما أتيت؟ امبارحة بالليل. طيب وإمتى الدفن؟ بعد الظهر إن شاء الله. المسكينة ماتت قبل ما تشوف أخوها. شو رأيك؟ نخبره ليحيى؟ طبعا لازم نخبره. قلتك بيقبل يطلع مشان يحضر الجنازة ولا لا؟ إيه قوم لك قوم لك. العوض بسلامتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا لازم أقوم بالواجب، ولذلك أنا علي تكاليف العزاء والطلعة والجنازة. ما بكفي هيك أسعد بك؟ شو قصدك؟ ولو كلك نظر، يعني معقولة يحيى ما يحضر جنازة أخته؟ ويحضر مين ماسكه؟ يعني بتسمح له يطلع يحضر جنازة أخته ويرجع؟ لوين بده يرجع؟ متى ما طلع خطوة وحدة برات الأبو بيخسر الشرط. بس هذا مو عادل يا أستاذ أسعد. ليش مو عادل بقى؟ مكتوب بشروط العقد إنه بحق له يطلع لما بيموت حدا من قرايبينه؟ لا مو مكتوب. إيه خلاص خلينا متقيدين ببنود الاتفاق بيكون أفضل. بس يا أسعد بيك المسألة إنسانية. شو قصدك يعني؟ أنا ما عندي إنسانية؟ لا مو هيك القصد بس. حبيبي نحن ما عم نلعب، هذا سجن ويحيى سجين. هلأ واحد محكوم وعم يقضي محكوميته، بيخلوه يطلع من السجن إذا مات حدا من قرايبينه ليحضر العزاء؟ لا طبعا ما بيخلوه. خلص هاي مثل هاي. بعدين إذا بتريدوا، الوضع صار حساس وصعب كتير. هلأ بالحساب إله عندي 8 سنين ما قال أخ. إذا بدي أعطيه يومين لحتى يطلع ويتنفس فيهم، بده يرجع يكفي 7 سنين على رجل وحدة، والشغلة فيها 250 مليون ليرة، يعني ثروتي كلها. فإذا بتريدوا لا تحرجوني. ماشي الحال مثل ما بدك. شو رأيكم خبره ولا لا؟ أنا رأيي ما نخبره بدون ما نزيد على قلبه، وبلا ما يزعل ويمئته وجوه، وبركي عاتبنا وأطلع. سيدي لوقت فرج ورحمة. هلأ خلونا نقوم ونشوف ترتيبات الجنازة والعزاء. تفضلوا. لحظة عن إذنكم دقيقة واحدة بس. تفضل. يا وضاح وضاح، مسك ورقة هالنعوة وعطيها ليحيى. ليش مين مات؟ لك شو بدك فيها الشغلة؟ عطيها وارجع لعندي. حاضر. يلا تيخة، هدوء، مياخشي بخفة، ديفوشكا ديفوشكا فتاة. فوت وضاح. سباسيكا شكرا. ستراتسي ديبراوترو ستراتسي ديبراوترو. أهلين وضاح، جيت وقتك. قل له لأسعد بيك بدي 40 جزء من كتاب قصة الحضارة، بس بدي اياهم بالإنجليزي، هو بعت لي اياهم بالعربي، ما بيشتغلوا معي. مع مين عم بحكي أنا التاني؟ سيف. قصة الحضارة ويل ديورانت بالإنجليزي. أبا ماشي الحال، يعطيك العافية. شبك أسعد؟
ليش هيك قاعد لحالك؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ صار لك أكثر من ساعتين على هالحالة. شو بدك يعني أعمل؟ قوم ارقص يعني من شان الله تركيني بهمي. قلت لك من الأول بس أنت ما كنت تسمع كلامي. لك العم على هالحالة مو بقيان إلا أسبوع وبدي أدفع للزلمة 250 مليون ليرة، بتعرفي شو يعني؟ شو يعني؟ يعني رح نصفي على الحديدة وأنا ما بقيان من أملاكي إلا 200 مليون ليرة، يعني بهالحالة بدنا نضطر نبيع الفيلا. شو هالحكي هاد؟ ليش وين راحوا مصاريك؟ شو نسياني إني خسرت 50 مليون بصفة السكر ورجعت خسرت 20 مليون بصفة السيارات؟ هذا غير الملايين اللي راحت وقت حرب الخليج. لك العمى، العمى بقلبه شو عنيد. صدقيني كل شي توقعته إلا أنه يصبر 15 سنة على السجن. رح جني أنا ريفا، رح جني. الأستاذ يحيى رح يشلحنا كل مصرياتنا وكل أملاكنا. يعني بعد أسبوع هو رح يصير مليونير ونحن رح نصفي على البلاطة. خرجك الله لا يقيمك، هذا كله من عنادك وطيشك وغبائك. انت عم تحكي معي هيك؟ لك غبي بستين غبي، حاجة مسخرة بقى يا، لا انت بدي ضل عم بصبر عليك، انا رح تفقع مرعبتي وشو لازم احكي، بس مو الحق عليك، الحق علي انا اللي طالعتك وخليتك تراهن بهيك مبلغ، بس شو الفائدة هلا؟ شو الفائدة؟ الغرور عم قلبك وهي النتيجة، ضيعتنا وغرقتنا وصفيتنا ما انسحب الأراضي. بدل ما توقفي جنبي وتآزريني عم تحكي معي هالحكي؟ لا صحيح، معك حق، كثير ما بقلك مين يوقف جنبك. أنا أصلاً ما عاد أقعد لك بهذا البيت ولا لحظة، خليني أطلع هلا بكرامتي، أحسن ما أنزل بكره بالشوارع، عن إذنك. إيه طالي، قديه صارت معك الساعة؟ 10:30. معناتها بقيان للموعد ساعة ونص، بتعرف يا طالي، مالي مصدق أنت شوف يحيى. وأنا كمان. صدقني مبارحة ما نمت الليل وانا عم فكر بهاللحظة. فظاعة، هالخمستعشر سنة مروا مثل المنام. علينا مروا مثل المنام، بس المسكين يحيى بيكون شاف الويل بهالخمستعشر سنة. ايه سيدي، كمان الميتين وخمسين مليون بيستاهلوا هيك تضحية، يعني دخلك شو جانا لحنا بهالخمستعشر سنة؟ قلتك لسانا مثل ما نحنا، لا رحنا ولا انطرحنا. يلا يلا خلينا نمشي. شو اسعار؟ كأنه مالك حاسب حساب هيك يوم. امشوا ننزل نهني يحيى بفوزه بهالريال. لسه بقيان ربع ساعة. لسه ما صارت 19.
يعني اللي قعد 15 سنة رح تفري معه ربع ساعة؟ العمى بقلبه ما عنده. لك سطوري صرت اترك الباب مفتوح بركي بيغري وبيطلع. بس عبس ما في نتيجة، قاعد ومتنح. لك يا جماعة حتى وضاح ما عاد لطرق، صار يتركه لحتى يمشي وهو ثابت على موقفه. يخرب بيته، يخرب بيته لهالزلمة، خرب بيتي، خرب بيتي. ايه تفضل استاذ اسعد، خلينا نفك اسره ونهنيه بالسلامة. لسه باقي 10 دقائق. يا سيدي منتظرها تحت، قوم لقلك، قوم. الباب مفتوح. الباب مفتوح يا جماعة. الباب مفتوح. يحيى! 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 يحيى طلع عامل البنت. يحيى! 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 ربع ساعة أنا رحت الرهان. وضح وضح. نعم نعم يا بيك. وين يحيى؟ ما بعرف، أنا رحت أكل وإشي ما لقيته. معناته أنا كسبت الرهان، ما في كلام. شو هذا؟ صديقي المليونير أسعد، لم يكن هدفي عندما استضفتني في سجنك إلا النيل منك ومن ثروتك والحصول على هذا المبلغ الضخم الذي اتفقنا أن تدفعه لي عند انقضاء 15 عاما، وصبرت في سبيل تحقيق ذلك أعواما طوالا، ولكنني وقبل انقضاء الوقت كله بنصف ساعة قررت الانعتاق من سجني والانطلاق إلى الحياة فقيرا معدما، لا أملك من حطام الدنيا قشة واحدة ولا نصير لي فيها ولا معين. إلا أنني خلال سجني لم أجد مؤنسا لي إلا الكتاب، فأقبلت ألتهم الكتب التهاما وكأنها غذائي وكسائي، طعامي وشرابي. حلقت في قراءاتي في غياهب الكون وفي مجاهل الطبيعة وفي مختلف الأمصار والأصقاع. قرأت التاريخ والجغرافيا والفلسفة والطب والعلوم الإنسانية، تبحرت في التاريخ قديمه وحديثه، وعجبت من مصائر الدول ومن سطوة الحكام، وأكبرت بطولة الشعوب. استغرقتني كتب الجغرافيا، فإذا بي أطوف حول العالم وأصعد الجبال وأهبط الوديان وأتأمل صنع الله وأنا قابع في مكاني. تعلمت 7 لغات أجنبية حية، وقرأت بواسطتها معظم التآليف الأجنبية، واطلعت على الآداب الإنسانية والعلوم الكونية والروايات الأدبية والفنون العالمية. تعرفت على إبداعات العقل البشري، أحببت، كرهت، سافرت، حلمت، عشت الحياة بكل تفاصيلها، وما شعرت يوما أنني مسجون أسير، بل حر طليق، أتجول كيف أشاء وأطير في أي سماء. قرأت معظم ما أنتجه العقل البشري، قرأت تاريخ الأديان وعرفت الإله، توحدت معه وسبحت بحمده، وصرت قريبا منه أكثر. أنا لم أخسر، أنا الرابح بكل تأكيد. لم تعد تهمني ثروتك، وزاد احتقاري للمال إذ هو الغاية. إنني أرثي لك أيها العابد مالا، وأشكرك لأنك كنت سبب في حصولي على كنوز المعرفة. وداعا وليهنأ كل بفوزه.